هذا الدمار من خلفي لم تكن آثاره محصورة هنا، بل امتدت إلى كل لبنان لتزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها أبناء هذا البلد. كثيراً ما عانى لبنان من أزمات اقتصادية خانقة، لكن ما قبل الرابع من آب لم يكن كما بعده، فالأزمات الاقتصادية تفاقمت. نحن بلد شبه معزول عن العالم براً، فبالتالي نعم ما عنا يعني ترف أنه ناخد وقتنا لشوف شو بدنا نعمل بمرفق بيروت. هذا موضوع لازم يكون هم عم بيأكل معنا بالصح. مرفق بيروت مش الأرخص مثل ما مفروض أنه يكون. مرفق بيروت مع تدهور الليرة اللبنانية لازم تكون عمليات الاستيراد والتصدير من مرفق بيروت هي الأرخص ثمنا. مش هيك عم بيصير، لأنه إجوا الشركات الخاصة حلوا محل الدولة أو اللجنة المؤقتة وصاروا هني عم بيقبضوا بالعملة الأجنبية. ربطا بالأزمة الاقتصادية وتبعاتها، يمثل مرفأ بيروت بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على المتوسط دورا حيويا وأساسيا في معظم عمليات الاستيراد والتصدير اللبنانية وغير اللبنانية. مرفأ بيروت كان يعتبر الرقم 73 عالميا بين 960 مرفأ، وكان الرقم التاسع ضمن أكثر من 65 مرفأ عربي. هذا المرفأ يربط القارات الثلاث، يعني عم نحكي نحن عن آسيا وأوروبا وأفريقيا. المرفأ هذا يملك مساحة 1.2 مليون متر مربع، ويملك أربع أحواض عميقة. إذن هو واقع لا يمكن الهروب منه. مرفأ بيروت شبه مشلول بعد أن مثل لعقود طويلة قلب بيروت الاقتصادي. الرهان اليوم هو على عودة النبض إلى هذا القلب. مهدي ديراني، بيروت، الميادين.